السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء، عدنا في لقاء متجدد جديد. النهاردة بنتكلم إن شاء الله على تسمية في المركبات العضوية، عشان نكمل اللي احنا قلناه وعشان نبقى في تواصل بيننا في الكلام اللي احنا بنقوله. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنعمل بس حتة كده صغيرة كده. آخر حاجة انتوا فاكرين احنا قلنا ايه؟ قلنا تسمية المركبات العضوية، وخدنا أول سلسلة اللي هي الألكانات اللي قلنا عليها البرافينات. مين وات شاطر بقى أو بنوتة شاطرة كده تقول لي إيه؟ كنا بنسمي حسب إيه؟ عدد ذرات الكربون. كنا بنقول إزاي؟ كنا بنقول ها ميثان، إيثان، بروبان، بيوتان، بنتان، هكسان، هبتان، أوكتان، لونان. دول كده اللي هو السلسلة الأولى، ودي مرتبطين طبعا بيها جدا 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 لانها هتمشي معانا في كل التسميه. مين شاطر برضو يقول لي؟ احنا كنا قلنا حته صغيره كده وقفنا عندها في اخر الحلقه اللي فاتت، قلنا ان احنا في عندنا حاجه اسمها الكان، في حاجه اسمها الكايل، وقلنا ايه الفرق بين الاثنين. قلنا الكان CH4 مركب، لكن الالكايل ده عباره عن ايه؟ عباره عن شق الكايل. ومعنى كلمه شق الكايل يعني الكين فاقد ذرة هيدروجين فيتحول إلى الكايل، ونرمز له بالرمز R كابيتال. طب إيه الفرق تاني يا مستر ما بين الالكين وما بين الالكايل؟ الالكين مركب مشبع ينتهي بألف نون، الالكايل مركب غير مشبع يتميز بوجود موضع نشط. وطبعا موضع نشط يعني عنده استعداد انه يكون بوند مع حاجة تانية، مجموعة هيدروكسيل، اي حاجة تانية. يبقى زي ميثان عندما يفقد ذرة هيدروجين يتحول الى ميثايل. ايه الفرق بين الميثان والميثايل؟ تاني، الميثان مركب مشبع ذرة الكربون مرتبطة باربع ذرات هيدروجين، اهو CH وهنا H وهنا H. طب لما نقول ميثايل فقط ذرة هيدروجين يبقى ساب لي المكان ده فاضي، يبقى معنى ان هو ساب لي المكان ده فاضي يبقى ده اسمه موضع نشط عنده استعداد ان هو يرتبط بحاجة تانية. يبقى ده الفرق ما بين الالكين والالكايل. طب في التسمية هنقولها ازاي؟ هنقول الاثنين زي بعض؟ ما هو ده ميثان ذرة كربون واحدة وده ميثايل ذرة كربون واحدة. الاختلاف اللي بينهم ان الميثان ينتهي بألف ونون، الميثايل ينتهي بيه ولام. وقيس على كده اي حاجه تعجبك بقى، ايثان ايثايل، بروبان بروبايل، وهكذا. لما لقوا ان المركبات العضويه كلها بتتفق في ان هي من الكربون والهيدروجين، فلازم يبقى في عندنا قواعد ثابته نمشي بيها كلنا مع بعض. ما احنا بنستورد ادويه وبنستورد مستحضرات تجميل وبنصدر حاجات كتير، يبقى لازم كلنا نتفق، ما نقولش دي عندنا اسمها كذا وعندكم اسمها كذا. وما نقول ايه بقى؟ لقينا في المنظمة العالمية او الدولية اللي هي IUPAC عملت حاجة اسمها IUPAC System، النظام الدولي لتسمية المركبات العضوية. دي منظمة حطت شوية قواعد وشوية نظم عشان نمشي كلنا عليها. ايه بقى القواعد دي بالترتيب كده واحنا ماشيين مع بعض؟ طبعا اساسا لازم الاول نكون عارفين الكلام ده وحفظناه كويس. نقولهم تاني ولا خلاص؟ يبقى ميثان ايثان، بروبان بيوتان، بنتان هكسان، هبتان اوكتان، نونان ديكسان. دول بيعبروا عن ايه؟ عدد ذرات الكربون في كل مركب من المركبات. طب ايه الفرق بين ده وبين ده؟ طب ما تيجوا نعملها كده سوا ونشوف كده ايه الفرق اللي بينهم. اول حاجه لو قلنا ميثان، ميثان يعني ذره كربون واحده، ومعنى كلمه مي سان كأنك بتترجم مس ذرة كربون واحدة. آن مشبع، يعني ايه يا عم مشبع؟ يعني جميع الروابط أحادية. طب ما تيجي نكتب صيغة بنائية كده عشان نعرف نتعامل مع بعض ونعرف نتكلم مع بعض. اهو نروح عاملين كده، ادي اربع روابط أحادية. احنا بنقول دي هيدروكربونات، يعني كربون وهيدروجين. يبقى حط هنا ربطة مع ذرات الهيدروجين في كل اتجاه من الاتجاهات اهو. يبقى انا كده بقول ايه؟ بقول ده اسمه ميثان. طب ما تيجوا نجرب واحد كمان، نقول ايه؟ اي
إيسان. يعني إيه يا عم إيسان؟ أهو اقسم وتعامل كده بسرعة. إيس يعني معناها إيه؟ ذرتين كربون. آن يعني مركب مشبع. طب ما تيجي ننفذ الكلام ده، آدي ذرتين كربون. طب ما احنا لسه متفقين دلوقتي إن كل ذرة كربون هيطلع منها عدد أربع خطوط، وآدي ذرة كربون هيطلع منها أربع خطوط، آدي أربعة وآدي أربعة. دي أحسن طريقة تظبط لك إزاي تكتب صيغة مركب كيميائي. حط ذرات الكربون، عد كل واحدة فيهم شبكة في أربع خطوط، يبقى في الحالة دي طالع عندي أربع خطوط. تعال بقى نكمل. أولا طبعا في عندي خط ما بين ذرتين الكربون، ما دي رابطة محسوبة عليا. أهو هنحط هنا H ونحط هنا H ونحط هنا H ونحط هنا H ونحط H ونحط H. دي كده الصيغة الإيه؟ البنائية. طب ما تيجي نجيب منها الصيغة الجزيئية. عندي كم كربون؟ 2، يبقى سي 2. عندي كم هيدروجين؟ 1 2 3 4 5 6، يبقى اتش 6. يبقى سي 2 اتش 6 ده اللي هو الإيسان. طب ما تيجي نشوف احنا ماشيين صح ولا ماشيين غلط. نراجع بقى الكلام اللي احنا قلناه. سي ان اتش 2 ان زائد 2. ان بكام؟ ب 2، يبقى سي 2. اتش 2 في 2 ب 4 زائد 2 ب 6 اهو، يبقى سي 2 اتش 6. اي مركب يعجبك اكتبه بالصيغه دي، واقعد العب وهزر وهات كشكولك وهات القلم واقعد العب زي ما احنا بنلعب كده دلوقتي بالظبط. هتلاقي نفسك ايه؟ بتلعب وبتستمتع وبتتعلم. هي دي طريقه التسميه، وهو ده الكلام السلس والكلام السهل. مش هقعد اقول لك 1 2 ونقعد نقول لا 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 لا، خلاص احنا بطلنا التسميع وبطلنا الكلام اللي الهالي ده. لا لا لا، احنا النهارده لازم نشغل دماغنا، لازم اشتغل بايدي، لازم احرك نفسي. انا اللي بتعلم بعلم نفسي اهو. واحد تاني كمان بيقول لي طب قول مثال كمان. اقول لك مثال كمان، لو قلنا برو بان، طب ما تيجي نقسم كده زي ما قسمنا اهو. بروب يعني ايه؟ 3. ان يعني مشبع. طب ما تيجي يا عم ننفذ اهو، ادي 1 2 3. طب ما تيجي نلعب اللعبه اللي احنا لعبناها من شويه دي اهو، نعمل اربعات اهو، اربع خطوط، اربع خطوط اهو اهو، اربع خطوط. حط في كل خط من دول، ما الخط ده بيمثل ايه؟ رابطه مش خطوط، احنا مش بنلعب بجد يعني. ماشي، هنحط هنا اتش ونحط 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 اتش ونحط هنا اتش ونحط هنا اتش. تعال نشوف، طب الصيغه اللي احنا عملناها دي صح ولا غلط؟ هل بتوافق فعلا الصيغه العامه اللي احنا بنقول عليها اللي هي سي ان اتش 2 ان زائد 2؟ تعال نجرب. 1 2 3 سي 3 اتش. تعال نعد كده الاتشات، 1 2 3 4 5 6 7 8 8، يبقى سي 3. يبقى ده اللي هو الايه؟ برو بان. ده اول كلام نحط ايدينا فيه ازاي نكتب صيغه مركب عضوي. صيغه المركب العضوي مرتبطة بإني بحفظ العشرة الأولانيين بأسميهم. وأنا دلوقتي بتكلم فيه، خليك بقى دقيق ومحدد. لما أقول بارافينات الكانات مركبات مشبعة تنتهي بألف ونون، شكرا. ميس آن، إيس آن، بروب آن، بيو تان، بن تان، هك سان، هب تان، أك تان، وهكذا. كده ألف به وجربنا ونقعد بقى. العضويه دي كانت جمال يعني ايه؟ انا بعتبرها من الحاجات يعني المواد اللذيذه قوي. كنا لما نيجي نقعد نذاكرها نعمل ايه؟ حط قدام مني كده ثلاث اربع اقلام، قلم اخضر وقلم احمر وقلم ازرق وقلم اسود، وعمال الون واعمل دي واعمل دي. هتلاقي الدنيا سلسه جدا جدا جدا، وفعلا هتوصل لاحساس ان انت بتلعب مش بتذاكر ومش مقدر ومش زعلان من الكيمياء. لا لا بالعكس، هتلاقي الموضوع لذيذ قوي، وهتلاقي انك كده قاعد بتلعب بمنتهى البساطه وبمنتهى السهوله. دي كده اولنا. يبقى هنرجع تاني للكلام اللي احنا قلناه، ان احنا في عندنا منظمه عالميه International Union Applying of Chemistry. يبقى دي بتعمل ايه؟ دي منظمه الدوليه اللي هي بتحدد قواعد ونظم كيف تكتب صيغه مركب كيميائي، مركب عضوي. عشان اكتب صيغه مركب عضوي، اولا التسميه بتاعته هنعمل ايه؟ مثلا هيجيب لي مركب زي ده. طبعا الخطوط دي عشان تبقى احنا بس متفقين، الخطوط دي يعني كل خط يعني معناها طالعه منه ذره هيدروجين، عشان بعد كده حتى لو ما عملناهاش تبقى انت عارف ان كل خط خارج قدامك ده بيمثل ذره هيدروجين اهو.
قال لما نيجي نسمي أي مركب، أول قاعدة رقم واحد تخير أطول. احفظ بقى الكلمتين دول معايا كده، حطهم في ودنك كده ما تنساهمش. تخير أطول سلسلة كربونية متصلة. قلت ثلاث صفات، أطول كربونية متصلة، أطول كربونية متصلة، يعني نقي أطول سلسلة كلها كربون شابكة في بعضها وتكون متصلة، يعني إيدك تمشي في اتجاه واحد أو كذا أو كذا، فوق تحت أي جنب، المهم الألم ما يتشالش، ما تروحش تتنطط بقى من فوق لتحت، لا 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 لا، يبقى الألم ما يتحركش. زي إيه يا عم سلسلة متصلة؟ نبص سوا. هلاقي عندي هنا دي كده سلسلة كربونية أهو، أدي سي 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 سي، ماشي. نعمل إيه؟ قال الخطوة الثانية، رقم هذه السلسلة مبتدئا من أقرب طرف للفروع. يعني إيه بقى الفروع؟ قال لي ما هي دي سلسلة زي الشجرة وطلع منها فرع على الجنب أهو، فرع على الجنب أهو، يبقى ده نسميه فرع، ودي السلسلة الأصلية، السلسلة الكربونية الأصلية. هبدأ الترقيم، يعني يبدأ الترقيم، هكتب 1 2 3 4 5. طب نبدأ منين؟ من هنا ولا من هنا؟ في ناس تقول لك يعني ماشي نبدأ من اليمين، لا نبدأ من الشمال، لا دي مالهاش دعوة باليمين والشمال، امال دي ليها دعوة بايه؟ اقرب طرف للفرع، اقرب فرع عندي فين؟ اهو. مين وات شاطر يقول لي سي اتش 3 يعني ايه؟ ميسايل، وده نسميه فرع. ليه فرع؟ لانه متفرع من السلسلة الرئيسية، لكن دي السلسلة الكربونية المتصلة. واحد هيقول لي طب انت ما مشيتش ليه كده؟ ماشي. واحد يقول لك لا امشي كده. دايما بنفضل ان احنا نمشي في الخط المستقيم، وطبعا ليه في عندنا قواعد تانية لسه هنقولها تاني دلوقتي. طب يبقى انا هرقم منين؟ من الطرف ده ولا من الطرف ده؟ لا هرقم من الطرف ده. اشمعنى من الطرف ده؟ عشان هو اقرب، لان بص لما نيجي نعد بقى كده هنلاقي 1 2، يبقى الكربون نمبر 2 هي اللي مرتبطه بمجموعه الميسايل. طب لو هنا 1 2 3 4، لا ده مشوار، لا يبقى نبدا من الاقرب من هنا، يبقى 1 2 3 4 5. 5 يعني ايه؟ يعني بنت. طب المركب ده الروابط بتاعته كلها ايه؟ أحادية، يبقى نحط له ألف ونون، يبقى 5، يبقى هنقول بنتان. طب دي السلسلة، عندي هنا الفرع CH3، احنا قلنا CH3 يعني ايه؟ ميسايل. مكانها فين؟ اولا ميسايل شبكة في الكربون رقم 2، يبقى هكتب 2 ميسايل. دي معناها ايه بالنسبة لي؟ لما اجي اترجم الكلام ده اقول يعني ايه؟ يعني كاني بقول ان السلسله الاصليه بتاعتي بنتان تتكون من 5 ذرات كربون متصله بطريقه مشبعه، ومرتبط بيها فرع عند الكربون رقم 2 اسمه ميسايل. طيب ادي اول قاعده. نقول بقى على الخطوتين احنا قلناهم الاول تاني بتاع الايوباك. اول خطوه تخير اطول سلسله كربونيه متصله، اطول سلسله كربونيه متصله، التلات كلمات دول ما تنساهمش، أطول سلسلة كربونية متصلة. رقم 2، نبدأ الترقيم لهذه السلسلة من أقرب طرف لأقرب فرع. أنا عندي الفرع هنا، يبقى هبدأ من هنا. وضحت؟ مش هبدأ من هنا، هبدأ من أقرب مكان للفرع. دي تاني خطوة في الإيه؟ في القواعد بتاعتي. طيب إحنا اتفقنا من شوية وقلنا ان احنا ممكن يبقى عندنا ميسايل، ممكن يبقى عندنا ايسايل، او عندنا بروبايل. طب لو عندنا حاجه تانية، يعني مثلا عندنا هالوجين مثلا، بروم، كلور، يود، يبقى لما اجي اقول ايه؟ برومو وحدد مكانها، كلورو وحدد مكانها، ايودو وبرده وحدد مكانها. طبعا الهيدروكربونات اللي احنا بقى بسرعه كده عشان نراجع تاني مع بعض، يبقى الكانات، الكاينات، الكاينات، ودول دي بنسميها أوليفينات ودي بنسميها أسيتيلينات. الفرق اللي بينهم هو اللي هو الصيغة العامة CNH2N+2، تبقى دي الألكانات. الألكينات اللي هي الأوليفينات CNH2N الدبل، وعندي الأسيتيلينات CNH2N-2. ده كده عشان إيه لما نرجع لأي سلسلة نتكلم فيها. تعالوا بقى ناخد الأمثلة وإزاي نعمل تسمية حسب قاعدة أيوباك سيستم، اسمه أيوباك سيستم. لو أنا مديني مركب زي ده، أول خطوة قلنا هنعمل إيه؟ تخير أطول سلسلة كربونية متصلة. طب ما تيجي نشوف الاحتمالات بتاعتنا كده
واحد اتنين تلاتة اربعة، واحد اتنين تلاتة اربعة، واحد اتنين تلاتة. يبقى أطول سلسلة ممكن ناخدها إيه؟ سلسلة اللي هي فيها أربع ذرات كربون، ويفضل اللي هي الإيه؟ الخط المستقيم. طب نعمل إيه؟ يا إما معك هايلايت، يا إما في إيدك قلم رصاص، أنت هتمشي كده. طب هرقم من هنا ولا رقم من هنا؟ هرقم من هنا، دي كده هتبقى عند الكربون رقم 2، ودي هتبقى عند 3. طب لو رقمت من هنا هيبقى 2 و3 هم نفس الاثنين، يبقى نفس الفرصة واحدة اللي تعجبك اعملها، من هنا او من هنا الاثنين متماثلتين بقلم رصاص، وابدا احدد السلسلة اللي انا هشتغل عليها. قلت هبدا من هنا، طب الخطوة الثانية، خلاص احنا خدنا ايه؟ اطول سلسلة كربونية متصلة، اهي متصلة ورا بعضها اهي، واطول سلسلة يبقى اطول احتمال موجود عندي في الجزيء دوت. طيب بعد كده رقم ذرات الكربون مبتدئا من أقرب طرف إلى الفروع، يبقى هنا عندي 1 2 3 4، واكتب بإيدك كده بالقلم، بقلم مختلف، بقلم أحمر، بقلم أخضر، بأي لون تاني مختلف، 1 2 3 4. ما تيجي نكتب بقى التسمية بتاعتنا، هنعمل إيه؟ بص يا باشا، 1 2 3 4 بيو تان، أنا كده جيت على جنب شوية. طيب إيه الحاجات اللي موجودة عندي؟ عند الكربون رقم 2 في ميسايل، وعند الكربون رقم 3 في ميسايل. المفروض العادي وباللغة العادية هكتب 2 ميسايل 3 ميسايل، بس كده كتير قوي. طب ما هما الاثنين زي بعض، ما نخلينا كده ناس ايه، نخلي الاسم يبقى اشيك شوية. فهنقول ايه بقى؟ 2.3 ثنائي ميسايل. فهمتوا احنا عملنا ايه هنا؟ عشان الاثنين متشابهتين، ميسايل وميسايل، فقلنا ايه؟ ثنائي ميسايل. يبقى 2 و3 ثنائي ميسايل بيوتان. لو اي حد شاف الاسم ده يقدر يعمل له ترجمة، يقول ايه بقى الترجمة بتاعته؟ هنبدأ من الاخر اهو، بيوتان، بيوت يعني 4، ان يعني معناها مركب مشبع جميع الروابط احادية. عند ذرة الكربون رقم 2 وذرة الكربون رقم 3 هحط ميسايل، اهو ميسايل ودي ميسايل. شفتوا بقى بمنتهى السهولة وبمنتهى البساطة ازاي؟ نراجع تاني اللي احنا قلناه، تخير اطول سلسلة كربونية متصلة. تمام، نبدأ الترقيم لهذه السلسلة الكربونية المتصلة من اقرب طرف للفروع. الفروع اللي موجودة عندي، لو عندي CH3 بحط ميسايل، عندي C2H5 بحط إيسايل. طب لو عندي بروم BR يبقى برومو كلورو ايودو، وحدد مكانها. يعني ايه حدد مكانها؟ شبكه في كربون رقم 2 يبقى 2 ميسايل، شبكه في كربون رقم 3 3 ميسايل. طب ما الاثنين شبه بعض، يبقى نقول ايه؟ 2 و3 ثنائي ميسايل بيوتان. تعالوا ناخد مركب تاني. ايه المركب التاني؟ زي ما انت شايف كده، ده احنا مشينا كده وروحنا طرق تانيه بعيده خالص. تعال نشوف سوا اهو. نقول تاني اطول سلسله كربونيه متصله. طب ينفع ابدأ من هنا؟ 1 2 3 4 5، ماشي. طب ما نجرب من هنا، 1 2 3 4 5 6، لا دي اطول، يبقى انا هاخد دي. زي ما انت شايف كده، شوف انا عامل ايه بقلم احمر كده، بحدد السلسلة اللي انا هشتغل عليها. وانت اعمل كده وجرب وشوف كل الاحتمالات بقلم رصاص، وتروح عامل عليها كده بلون تاني وجرب عليها كده. كده اول قاعدة، يبقى تخير اطول سلسلة كربونية متصلة. رقم 2، نبدأ بالترقيم من أقرب طرف للفرع، ده اسمه فرع. طيب نبدأ من هنا، واحد ما كانش واخد باله معانا ومش مركز معانا شوية، هنبدأ من هنا، 1 2 3 4، يبقى دي عند كام؟ عند رقم 4. طب ما نبدأ من هنا، واحد بصحصح بقى وقاعد، 1 2 3، لا أبو 3 ده الصح. ليه؟ لأن ده الأقرب للإيه؟ للفرع اللي موجود. يبقى طيب تعالوا نقول بقى بالترتيب كده هنعمل ايه. احنا عدينا 1 2 3 4 5 6، هيك سان، هيكس عشان هما 6، ان عشان هو مركب مشبع. طيب تعال نشوف الفروع، CH3، ما هو دي كده الخطوط دي يعني معناها ايه؟ اهو ميسايل. طب الميسايل دي شبكة في الكربون رقم كام؟ 3، يبقى رح كاتب ايه؟ 3 ميسايل. وبرضو عشان الناس اللي مكانتش مصحصحة معانا، ما تجيش تقول لي 3 ميسايل يعني انا عندي 3 مجموعات ميسايل، لا، ده انا بقول ايه؟ عند الكربونة رقم 3 اشبك ميسايل، يبقى دي اسمها 3 ميسايل. يبقى الثلاثة تحدد موضع المجموعة مش تكرارها.
تاني بكرر تاني، لما أقول لك تلاتة ميسايل مش معناها تلات مجموعات ميسايل، لا، معناها عند الكربونة رقم تلاتة أشبك مجموعة ميسايل. يبقى أنا ما عنديش غير هي مجموعة ميسايل واحدة شبكة في ذرة الكربون رقم تلاتة. تعالوا ناخد مثال تاني، مثلا مثال تاني زي كده أهو. إيه الدوائر وإيه المربع اللي أنا عامله دوت؟ المربع ده بيمثل أطول سلسلة كربونية. الدوائر دي ليك أنت في الأول عشان تعلم نفسك كده، دي بتقول إن ده فرع وده فرع، كويس؟ تعال نشوف سوا تاني، بنطبق نفس الكلام اللي قلناه. تخير أطول سلسلة كربونية متصلة، نبدأ من هنا ولا نبدأ من هنا؟ تعالوا نجرب سوا. 1 2 3 4 5، ماشي، دي سلسلة خمسة كويسة، ماشي. طيب نبدأ الترقيم منين؟ من هنا ولا من هنا؟ 1 2 3 4 5. طب ليه يا مستر بدأت من هنا؟ عشان عندي الفروع بتاعتي هنا هتبقى عند الكربون رقم 2، يبقى هنقول ايه؟ 1 2 3 4 5. 5 يعني ايه؟ بنت. الرابط بتاعتي ايه؟ أحادية، يبقى بنتان. كده كلام جميل، كده انا عملت السلسلة. طب ما تيجي نشوف الفروع كده سوا. هلاقي عندي ايه؟ عند الكربون رقم 2 في هنا ميسايل وفي هنا ميسايل، ده الاثنين عند 2. طب نعمل ايه؟ قال عادي جدا اهو، 2 2. عرفتوا بقى ان انا بكتب مش عددهم، بكتب موضعهم، يبقى 2 2 ثنائي ميسايل بنتان. 2 2 الاثنين شابكين في ذره الكربون رقم 2، 2 2 ثنائي ميسايل بنتان. طيب ده الجزء دوت، تعالوا نشوف ده عشان نخش بقى في حته تانية. برضو نفس الكلام، تخير اطول سلسله كربونيه متصله، 1 2 3 4 5 شغال، او من هنا 1 2 3 4 5 برضو مفيش مشكلة. لكن هنا في ظهرت مشكلة تانية، انا عندي هنا كلور وعندي هنا ميسايل. قال لي هنا بقى هتدخل معنا حتة الايه؟ الترتيب الابجدي. والترتيب الابجدي انا عندي كلورو وميسايل بالانجليش بقى، كلورو يعني سي وميسايل يعني ام، مين قبل مين؟ السي قبل الام، يبقى هنبدأ من هنا افضل. 1 2 3 4 5. لما نيجي نكتب هنكتب نقول ايه بقى؟ طبعا بنتان لان هم خمسة وجزيء مشبع، يبقى ينتهي بألف ونون. عند الكربون رقم 2 في كلورو، يبقى 2 كلورو. عند الكربون رقم 4 في ميسايل، 4 ميسايل، 2 كلورو 4 ميسايل. دول كده اللي هو طبعا بنتان اللي هو الجزيء كله على ايه؟ على بعض. دي طريقة التسمية. لو انا عندي رقمين ورا بعض بحط بينهم فاصل، لو انا عندي حاجتين بحط بينهم شرطة كده بالشكل دوت. لو اخدنا مثال تاني، بصوا معايا كده، قلنا ايه؟ تخير اطول سلسلة كربونية متصلة. احيانا بلاقي ولاد شطار كده لزاز يروح عادد السي ال مع السلسلة، يقولك ما هي سي برضه، لا احنا بنقول كربونية، يبقى بعد الكربون بس ماليش دعوه بالسي ال. شفت؟ عشان كده عملت ايه؟ الخط بتاعي لحد هنا اهو كده، ما دخلتش على الكلور لان الكلور ده فرع ما يتعدش معايا، لا ما يتعدش معايا. يبقى انا بعد اطول سلسله كربونيه متصله، 1 2 3 4. طيب نرقم منين حضرتك؟ طبعا 4 يعني بيوتان، نرقم منين؟ هنرقم من هنا باينة زي الشمس اهي، ده كلهم شابكين في الكربون رقم 1، يبقى هقول 1 2 3 4. طب ده دول 3 كلور، ده دول نعمل معاهم ايه دول؟ ده قصة كبيرة قوي. ولا قصة كبيرة ولا حاجة خالص، مش هما 3؟ كل واحد ياخد وضعه وياخد احترامه. 1 1 1، مش هما 3؟ ثلاثي كلورو بيوتان. أقول تاني، 3 طالما زي بعض فبحاول أجمعهم مع بعض، يبقى هقول إيه؟ 1 1 1 ثلاثي كلورو بيوتان. مثال تاني، بص معايا كده أهو. لو بصينا هنا عندي كام ذرة كربون؟ 2 2. يعني إيه؟ إيسان، ماشي، سهلة وبنت حلال. بس هنا في تكاية صغيرة قوي، نبدأ من هنا ولا نبدأ من هنا؟ لما اجي ارقم ابدا من هنا ولا ابدا من هنا؟ طب تعال نشوف كده الفروع اللي عندي، ما هي اللي هتحكمني الفروع. عندي هنا ايه؟
ثلاثة فلور، وعندي هنا ايه؟ واحدة بروم وواحدة كلور وواحدة هيدروجين. الهيدروجين ما بتعدش، يبقى دول ثلاثة ودول اثنين، يبقى انا مجبر ابدأ من هنا عشان انا هنا عندي ثلاث فروع، هنا عندي اثنين بس، ادي اول واحدة. يبقى هقول ايسان عشان هما اثنين كربون. طيب لما اجي اكتب واحد عليها ايه؟ واحد 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 ثلاثة فلورو، بس دي اف. طب وهنا تو برومو تو كلورو، ماشي، هو هنحافظ على الحروف الابجديه، يبقى هكتب تو برومو تو كلورو. هو معقوله الاثنين تكتب قبل واحد؟ اه، انا هنا بتابع الايه، الحروف الابجديه، وكل واحد يتكتب برقمه في مكانه، تو برومو تو كلورو، واحد 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 فلورو ايسان، اللي هو الاصل بتاعي اللي موجود. بتهيألي دول كده مجموعة من الأمثلة اللي موجودة، طبعا في عندك في الكتاب كتير قوي. بعد ما نقعد نسمع مع بعض ونتدرب بإيدينا ونحرك إيدينا ونشتغل ونحرك عينينا كده وإيدينا تشتغل ودماغنا تشتغل، افتح الكتاب وشوف، إن شاء الله تكون أمثلة محلولة، مفيش مشكلة، خبي الحل وانت ابدأ مع نفسك وجرب كده، وبقلم رصاص أو بقلم أحمر، وابدأ اتعامل وابدأ شوف الدنيا فيها إيه، وشوف انت فاهم صح ولا واقف في حاجة. اللي عنده اي اسئلة او عنده اي استفسارات في اي حاجة، طبعا احنا معانا الكومنتس بنسجلها وبنراجع عليها وبنشوفها تاني مع بعض، بتعمل شير وبتعمل لايك وبتعمل سبسكرايب عشان نبقى على تواصل مع بعض، واي جديد واي فيديوهات واي موضوعات جديدة هنبدأ نبعتها لك واحدة واحدة كده. وخدوا بالكم احنا لسه بس دلوقتي عمالين نقول ونعيد ونزيد عشان لسه بنتدرب مع بعض، وبنعرفك على الكيمياء العضوية عشان نبقى أصحاب، وعشان تبقى العملية سهلة وتبقى بسيطة إن شاء الله. ونلتقي على خير، ويا رب نكون فهمنا ونكون استفدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.